معي عبر الهاتف الأستاذ طالب صفر، مدير بلدية مدينة دبل حصن. أستاذ طالب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ مساك الله بالخير، يا مرحبا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله تسلم. حيا الله أهالي المدينة الفاضلة، يا مرحبا وسهلا. طول لي بعمرك. احنا ترى كل سنة أنا ننتظر هالمكالمة عشان نشكر البلدية ونشكر المجلس البلدي ونشكر كل الجهات في دبا على تنظيمهم لمهرجان المالح. ها، قبل لا يبدأ نشكركم. طول عمرك. جزاك الله خير. متى إن شاء الله بيبدأ السنة؟ إن شاء الله دورتنا هاي التاسعة بتكون في تاريخ 8 لتاريخ 11، اللي هي بصادف يوم الخميس إن شاء الله، بعد يومين إن شاء الله. بإذن الله تعالى. حدثنا أستاذ طالب عن هذه الدورة. طبعا إن شاء الله في هذا المهرجان راح يكون عندنا بعض الفعاليات، أهم هاي الفعاليات الجوائز حق الجمهور. عقبها راح تكون في عندنا مسابقات اللي هي التحدي بالطبخ، وعندنا عروض للهازيج البحرية وفرق تراثية وفرق شعبية، بالإضافة إلى سوق خاص للأسر المنتجة وسوق خاص للمالح، بيكون في عديد من الفقرات إن شاء الله موجودة عندنا في المهرجان. نعم. الآن الشباب، ما أدري تشاهدني من خلال الشاشة أستاذ طالب ولا هي؟ نعم، الشباب يستعرضون يعني بعض الصور لمدينة دبا الحصن. هذا المكان اللي بيكون فيه المهرجان؟ بالضبط، هو هذا المكان. بتكون بعد في مساحة خارجية للأطفال، في ألعاب إن شاء الله إضافية غير اللي هي متوفرة سابقا في الموقع، وبيكون إن شاء الله جميع الخدمات موجودة عندهم، من اللي هي مصلى للرجال للنساء، فالحمد لله يعني بيكون كل شيء جاهز إن شاء الله إن شاء الله. هذا داخل الجزيرة صحيح طالب؟ الجزيرة، نعم، جزيرة الأطفال. دائما اللي يبغي يحضر مهرجان أو يبغي يحضر فعالية يسأل عن بعض التفاصيل، منها على سبيل المثال أنت ذكرت موضوع الخدمات، المواقف متوفرة؟ المواقف متوفرة حسب ما أنتم شايفين في الشاشة، واضح في متوفرة إن شاء الله، وبس بيكون فيها نفس ما تقول التخطيط بس للمواقف، وهاي قبلها إن شاء الله، قبل المهرجان بتكون جاهزة. زين، هذا أمر. أمر ثاني، المعرض ليس فقط بيع وشراء صحيح؟ صحيح، فعاليات، جزء منه بيكون فعاليات والاطلاع على الحرف القديمة وبعض المشاهد السابقة اللي كنا نحن نشوفها من آبائنا وأجدادنا اللي هي تخص الصيد، وهي بشكل رئيسي مركزين على الأمور اللي هي خاصة في مهن الصيد، وهذا كله يهدف إلى دعم الصيادين وتجارة البحر والمهنة القديمة إن شاء الله. إن شاء الله، وتعريف كذلك الأبناء والبنات بالضبط. يعني بالطرق مثل ما ذكرت، سواء طرق صيد، سواء طرق يعني التمليح، سواء شو ما كان، يعني هذه المهرة وهذه الصنعة إن صحت التسمية، يعني اللي كانوا آبائنا وأجدادنا يعني يبدعون فيها ما زالت مستمرة ولله الحمد. هي بشكل عام وخاص الحياة البحرية كيف كانت في السابق، وأيضا بعد وفرنا أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كان في زيارة، في حركتهم، في مشاركتهم في الأسر المنتجة، بعد موجودين عندنا، فمركزين على كل الشرائح في المدينة. نعم، حسب علمي أنا بأن البلدية دائما تحرص أن هذه الفعالية ما تكون فقط يعني ما تنظم من قبل البلدية أو المجلس البلدي أو جهة واحدة، كل الموجودين هم تقريبا أعضاء في هذا الترتيب. بالضبط، نحن تنظيم مشترك ما بيننا وما بين غرفة التجارة وما بين المجلس البلدي وما بين الدوائر الحكومية، فعندنا يعني نحن نتكلم فوق 10 جهات مشاركة تقريبا، جهات الحكومية، بغض النظر إذا ما كانت المشاركة عبارة عن ركن، بتكون مشاركة على المسرح كفقرة توعوية، كفقرة رسم، كفقرة كلها فيما يخص الأمور البحرية والتجارة يعني. نعم، أنا أذكر العام الماضي واللي قبله، واللي تعرف الناس يعني تنتظر هذا الحدث، إحنا ننسى أحيانا، وأنا كنت أتوقع أخوي طالب بأن الفعالية هذه بسيطة، يعني تعرف يستوي في بعض المدن فعاليات بسيطة،
اكتشفت يعني من خلال رسائل وتفاعل الناس بأنها فعالية مهمة والناس تنتظرها من أبو ظبي ومن العين ومن دبي ومن الشارجة، من كل مكان ينتظرون الفعالية. والله لأن فيها هدفين، هدف اللي هو مثل ما تقول التجارة، والتجارة فيها الأنواع الأصناف كلها، أصناف الناس ترغب فيها، خاصة أصحاب البيوت يعني اللي تتكلم، اللي يدور على سمن، اللي يدور على ماله، اللي يدور على بهارات، يدور أشياء من الأسر المنتجة، يحصلها كلها موجودة في هالمكان. واللي ينظر للأطفال وتغيير الجو وأساس يتعرفوا كيف كان السمك قبل وكيف كان بعد موجود، انه الطفل يقدر يشوف بنفس الموقع، يشوف شو كانوا يسوون يعني، وكيف طريقة بيعهم للسمك، وامور كيف كانوا يصنعون الاشياء يعني اللي خاصة بالبحر، هاي كلها تكون موجودة يعني. فهي هذا اللي تحبب الناس انه يزورون المكان بشكل خاص يعني. نعم، اذا الموعد يوم الخميس باذن الله ان شاء الله، مساء من الساعة الخامسة ان شاء الله، ولين يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله الخميس ننتظر شوقكم ان شاء الله، والجميع المستمعين في الإذاعة يكونوا متواجدين، وان شاء الله يعني يدشون المهرجان ويطلعون ويكونوا مستانسين ان شاء الله. طيلة ايام مهرجان تبدا الفعاليات من الساعة الخامسة صحيح؟ لا، بشكل عام من الساعة 9 إلى 9 مساء، ولكن الافتتاح بيكون الساعة 5 يوم الخامس. واضح جدا، شكرا استاذ طالب ما قصرت، تحياتنا وسلامنا للجميع في دبى الحصن ان شاء الله. شكرا، طول بعمرك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، في امان الله، حياك الله. الاستاذ طالب صفر مدير بلدية مدينة دبى الحصن، حدثنا عن مهرجان المالح والصيد البحري، وحدثنا عن هذه الفعالية المنتظرة والمرتقبة، ليست فقط من قبل أهالي دبا وإنما من قبل الجميع، كل محبي المالح والصيد البحري والأجواء الجميلة هذه ينتظرون هذا المهرجان.